اول وصفه معانا النهارده عايزين عجينه باف باستري هنعمل بيها الهوت دوج، وكمان معانا اربع بيضات، ثلاث بيضات او اربع بيضات يبقوا مسلوقين، جبنه رومي مبشوره، جبنه تشيدر، مستردة، بصل اخضر. وهنبتدي الوصفه بتاعتنا. اول حاجه عايزه احط هنا ايه الميه عشان اسلق البيض، وكمان هسلق الهوت دوج. اول ما الميه تغلي هحط بقى البيض عشان يتسلق. طبعا عجينه الباف باستري بتبقى متوفره وبتبقى سهله، وعجينه سهله ان احنا ايه نعمل بيها حاجات كتير قوي. حطها كده دي بقى هنا اغلي الميه خلاص عشان اسلق فيها الهوت دوج. هو الهوت دوج بياخد مثلا من 3 دقايق بالكتير. هندهن العجينه بتاعتنا بالمستردة كده زي ما انتم شايفين. المستردة بتديها طعم جميل جدا، المزازه وفي نفس الوقت ملح، بتبقى حادقه كده شويه مع مزازه، بتدي للوصفه دي طعم جميل جدا. وعايزه اقول لكم بتاخد مثلا ايه من 10 ل 12 دقيقه بالكتير في الفرن تتخبز. هحط الجبنه جبنه الرومي والجبنه التشيدر مع بعض. مين بيحب البيض المسلوق؟ البيض المسلوق بجد من الحاجات اللي انا بحبه مع الجبنه الرومي كده في عيش فينو رفيع او عيش بلدي سخن، احلى حاجه بجد. دي حاجات رغم انها بسيطه جدا بس طعمها جميل. طيب هبتدي بقى احط الهوت دوج كده عشان يتسلق. نشيل الباقي. ماشي، بصوا انا هنا حطيت بصل اخضر، فاضل هنا احط البيض المسلوق والهوت دوج. ماشي، هسيبه بس يبرد ثواني. قبل ما احطه على العجينه البيض اتسلق وبقى جاهز. هجيب بس سكينه كده وابتدي ان انا اقطعه صغير قوي كده اهو، او نبشره يعني، شوفوا انتوا عايزين ايه. كده اهو الوصفه دي سهله جدا، هو بس البيض اللي خد مننا عشان انا اللي ما سلقتهوش من الاول فخد وقت، لكن هي كوصفه سهله قوي مفيهاش حاجه اصلا. رشه بقى فلفل اسود دي مهمه جدا على البيض المسلوق. نوزع كده عشان وانا ايه بلفها رول. احضر الصينيه، احضر ورقه البيتزا، ورقه الزبده قصدي. نفسي في بيتزا انا ولا ايه كده. بصوا بنضغط كده كده اهو، يا دوبك ضغطه خفيفه قوي. احطها كده، فاضل خطوه صغيره. هجيب البيضه بقى، عندي بيضه نيه هنا هكسرها كويس. عندي حبة بابريكا بتدي لون حلو، وممكن كمان قهوة سرعة الذوبان عشان الزفارة لو عايزين، بس انا هحط نقطة خل مع ايه حبة فلفل اسود، نقطة خل صغيرة قوي.
مهم قوي الخطوه دي، فلفل اسود، رشه ملح، وبما ان في بابريكا هحط بابريكا. يلا كده بالشوكه خلاص. هقول لكم بقى سريعا عملنا ايه كده وانا بقفل الوصفه دي، ولفيته زي ما انتم شايفين كده، وهدخله الفرن دلوقتي عشان اول ما يستوي نقطعه شرايح. ماشي